بسم الله الرحمن الرحيم، اخواني اخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الموقع مهم جدا. هذا الموقع وضعته الوزاره عن اشاره التلاميذ، وذلك لمساعدتهم على التحصيل. اذا هذا الموقع، هذا الكثير، اغلبيه التلاميذ لا يعرفون هذا الموقع، وكذلك اغلبيه الاساتذه للاسف. إذا هذا الموقع، ماذا يوجد في هذا الموقع؟ يوجد امتحانات المستويات الإشهادية وعناصر الإجابة. وعندما نقول المستويات الإشهادية يعني السادس ابتدائي والثالثة إعدادي والأولى بكالوريا والثانية بكالوريا. إذا هذا الموقع كيف ما قلنا يحتوي على الامتحانات السنوات السابقة وكذلك عناصر الإجابة. إذا نوريكم هذا الموقع. إذا كنمشيو لا روشيرش، إذا كنطابيو سي إن أو أو من جوف إم أ. إذا هذا الموقع هو موقع حكومي، يعني تابع لوزارة التربية الوطنية. إذا هو هذا الموقع. إذا هذه هي الصفحة الرئيسية للموقع. إذا كما كتشوفوا هنايا عندنا مواضيع الامتحانات الموحدة للسنة السادسة ابتدائي، مواضيع الامتحانات الموحدة للسنة الثالثة إعدادي، مواضيع الامتحانات الجهوية يعني للأولى بكالوريا، ومواضيع امتحانات البكالوريا. إذا كنت تلميذ السنة السادسة ابتدائي ستضغط على هذا العنوان، سيعطيك هنا مثلا أن تختار الجهة التي تنتمي إليها ثم تضغط على نعم. بعد ذلك تضغط على النيابة التي نياب جميع النيابات الأكاديمية، مثلا الرباط سلا، مثلا الرباط سلا القنيطرة. النيابات التي تنتمي إليه هي الرياضات، القنيطرات، مارس خيرات، سيدي سليمان، سيدي قاسم إلى آخره. إذا تختار مثلا هذه النيابة، بعد ذلك تختار المادة مثلا فرنسية، نعم، ثم تختار السنة، تضغط نعم، وتحصل على، بعد ذلك تضغط على الموضوع، ثم تحصل على الموضوع كما تلاحظون. هذا هو الموضوع. إذا الموضوع هو هذا، يعني كيف ما كتلاحظوا هو موضوع أصلي، ما فيش داك اللوغو اللي كيكون في المواقع في الامتحانات التي يتم تحميلها من المواقع الأخرى. إذا عندما أحمل هذا الامتحان من موقع آخر في الإنترنت، إذا هذا الامتحان يحمل لوجو الموقع، أما هذا فهو الأصلي لا يوجد به لوجو. إذا هذا هو الامتحان. نمشيو نشوفو دابا عناصر الإجابة هي هذه. إذا هذه هي عناصر الإجابة. هذا فيما يخص السنة السادسة ابتدائي. إذا نعود إلى الصفحة الرئيسية للموقع. إذا كذلك الشأن بالنسبة لمواضيع امتحانات موحدة للسنة الثالثة إعدادي، هي أيضا تحتوي على تعطي المعلومات التي تحتاج إليها، مثلا الأكاديمية، تختار الأكاديمية، تختار المادة، ثم تختار السنة، وبعد ذلك تضغط على الموضوع فتحصل على الموضوع وعناصر الإجابة. بالنسبة لامتحانات البكالوريا، الأولى بكالوريا ثم الثانية بكالوريا، نمشيو للثانية بكالوريا، يعني امتحانات تكون على مستوى الوطني. إذا عندنا جميع الشعب العلمية والتقنية، كنختار مثلا الشعبة التي أريد، مثلا شعبة العلوم التجريبية، أضغط على نعم، ثم أختار مسلك. بعد اختيار الشعبة تختار المسلك، مثلا المسلك العلوم الفيزياء والكيمياء، ثم تضغط على نعم، ثم تختار المادة مثلا الفيزياء والكيمياء، تضغط على نعم، ثم تختار السنة 2008 9 10 11
تختار مثلا 2013، ثم تضغط على نعم، ثم تختار أيضا الدورة العادية أو الاستدراكية، مثلا الدورة العادية نعم، أخيرا تضغط على الموضوع فيعطيك الموضوع كما تلاحظون، لأن هذا هو الموضوع، موضوع أصلي كما موضوع أصلي. إذا أردت عناصر الإجابة تضغط هنا عناصر الإجابة. إذا هذا هو الموقع اللي كنت تكلمت لك عليه. إذا هذا موقع مهم جدا بالنسبة للتلاميذ باش يعرفوا يعني يأخذوا فكرة على الامتحانات السنوات الماضية، وكذلك أيضا بالنسبة للأساتذة اللي كيبغيو مثلا يوضعوا امتحان شامل لجميع الدروس، يعني كيبغيو يوضعوا مثلا امتحان وطني. إذا أشكركم على المتابعة، إذا عجبكم الفيديو ضغطوا لايك و تابعونا في لاشين، وشكرا.